بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامج واحد من الناس في رمضان. ايام رمضان الجميله بتجري بسرعه جدا، ويا رب كلنا نكون بنستفيد من هذه الايام في عمل الخير ان شاء الله باذن الله، وربنا يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال. بصبح عليكم جميعا، صباح الفل عليكم الرجاله، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين احنا في واحد من الناس كل يوم بننزل بنلف على جميع عمالنا الحلوين الجمال اللي بيعملوا شغل في نهار رمضان وبيبنوا وبيعمروا في مصر كلها، عشان نقول لهم شكرا كتر الف خيركم، رمضان كريم. النهارده احنا هنروح محافظه الغربيه، وتحديدا هنروح مشروع المحطه الوسيطه في زفته في محافظه الغربيه. المشروع ده بيتم تجميع مخلفات مركز زفته بالكامل من جميع القرى، وعددهم تقريبا 54 قريه و9 وحده محليه، عشان ينقلوهم بعد كده الى مدافن للسادات. يلا بينا، يلا بينا، اطلع على طول لو سمحت يا عم. بقول لك ايه، اظن احنا وصلنا، يا ريت تخش كده يمين بعد اذنك، خش كده عليه، خش خش تعالى لو سمحت. صباح الخير، ازيك؟ حضرتك ايه؟ متولى عطيه يا رضا سلمان. كل سنه طيب، رمضان كريم. طيب اسمح لي نخش نبص على المحطه. اتفضل يا باشا. شكرا. نخش على طول. واضح انها محطة كبيرة يا رجال. ها؟ طب احنا وصلنا، خلينا هنا. يلا بينا. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الفل يا باشا. رمضان كريم. الله اكرم. عرب بحضرتك. زين مرزوق زي العابدين. منين؟ من القريب، مركز زفت. اهلا بك. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا هنا فين؟ احنا هنا في مدينه زفت، مقلب مدينه زفت. بنعمل هنا ايه المشروع بقى الجميل ده؟ صباح الفل جميعا. صباح الفل. صباح الفل. مقلب بنحط فيه القمامه وبتتحول بيسفروها. صباح الخير. اتعرف يا سيادتك. معاك محمد عطوان. سالي سيادتك. عامل بموسم زفت. اهلا وسهلا. اهلا بيك. منين؟ من القريب، من 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 القريب. من هنا برضه؟ اه من زفت. بعيد. عندك بلد ايه؟ عندي ابني في الشرطه، وعندي بنتي معاها بكالوريوس هندسه قسم كهرباء، وعندي بنتي كليه تجاره، وبنتي في سنه اولى اعدادي. ما شاء الله. ونفسك بقى يعني نفسك ليهم ايه بقى؟ نفسي يبقوا احسن ناس في الدنيا، ويبقوا كلنا اصلا بنخدم مصر. يا رب ان شاء الله. يا رب يا باشا. هتعرف بسيادتك. رجب الشاشه، مركز زفت محافظه. بتشتغل ايه حضرتك يعني في المحطه؟ انا في عامل نظافة. عامل نظافة. عامل نظافة حضرتك. اهلا وسهلا. فوق راسي حضرتك. رئيس. صباح الفل. رضا ابراهيم كريتع، كفر النواي، مركز زفته، عامل بالنظافه بقالنا 30 سنه هنا. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله، والمقلب زي ما انت شايف سيادتك حاجه حلوه اهوت، ونظافه وتمام 100 100، ما فيش اي حاجه. لا ده زي الفل والله. الله ينور. حاجه كلها عسل. بسرعه يا شرف سيادتك. انا وجد عبد الله عزيز شحات، كفر. احنا شغالين هنا في المكن، شغال اهو. بتعمل ايه حضرتك؟ بقص بالمكنه النجيله. منين اساسا؟ من كفر سي. وحضرتك منين؟ اتفضل. شرشبه مع الباش، مركز زفت. تشتغل ايه سيادتك؟ هنا في الجناين، هنا في الكريم. ايه؟ السيد السيد عبد الرب. فرصه سعيده جدا. الله يبارك لك يا باشا. وحضرتك؟ ايوه نادر عبد الواحد من فرسيس تبع مركز زفت، عامل بحدائق هنا في مجلس مدينه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يبارك لك. وحضرتك؟ احمد عبد الرحيم القومي. الله يخليك. احمد عبد الرحيم القومي. تشتغل ايه احمد؟ نعم، عامل نظافه. نعطي مركز زفت. عندك قد ايه؟ ما فيش اولاد. الحمد لله. ربنا يديك يا رب ان شاء الله. وحضرتك؟ فاضل عبد الوهاب ابراهيم سوس. من حانوت مركز زفته غربيه، شغال جنين بوص الشجر هنا تبع المجلس. ما شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ عندي اربعه. مين ومين؟ بنت اسمها حميده، وعبد الوهاب، واحمد، وابراهيم الله يرحمه. الله يرحمه. الحمد لله. انت بتعيط ليه؟ الله يبعت لي بقى. ربنا كله. الحمد لله. الحمد لله. وتوفى امتى؟ في العيد. في العيد سنه. الله يرحمه ويحسن بيه، وربنا يا ربي يا رب ان شاء الله. يعني ربنا يبني لك
دار تسمى دار الحمل. اللهم امين يا رب. اللهم امين. كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيسال ملائكته يقول لهم هل انتزعتم فلذة كبد عابدين؟ قالوا نعم يا رب. الحمد لله. فقال ربنا وقال ايه؟ الله يرحمه. حمد وشكر. الحمد لله. فيقول الله فابن العبد بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. الحمد لله. ربنا يجعلك ان شاء الله بيت الحمد. اللهم امين. وبياخد بيدك للجنة ان شاء الله. الله يديك الصحة. كل سنة وحضرتك. وحضرتك طيب ورب صحة وكلنا صحة احنا صحة يعني اخواتك واولادك كده والله. ربنا يديك الصحة. تعرف بحضرتك. انا ابراهيم محمد يحيى واحب اقول لحضرتك ان انت غني عن التعريف يا استاذ عمرو ومنور مركز زفتة تما ومحافظة الغرب. والله انا اللي اتشرفت. الله يخليك واحنا دايما بنتفرج على البرامج بتاع سيادتك. وربنا وحده يعلم. كل عام وانت بخير. الله يخليك. اولادك قد ايه؟ انا عندي ثلاث اولاد. مين ومين ومين؟ محمد كليه هندسه ويحيى حاسبات ومعلومات رابعه حاسبات ومعلومات ومحمود الصغير واخد دبلوم ما شاء الله. عايز تقول لهم ايه النهارده؟ انا عايز اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كلكم منورين مركز زفت محافظه الغربيه. ربنا يخليك. انا مش عايز اعطلكم. احنا كنا جايين النهارده والله عشان قلنا بس يعني انا بقول انتوا اجمل ناس في مصر. عمال مصر دول اجمل ناس في مصر واحنا يعني بنتشرف بحضراتكم وكل ايد بتعمل وبتشتغل وفي نهار رمضان وانتم صايمين الغربيه كلها. الله يرضى عليك. مركز زفت يا باشا نورتنا وربيت من ناس الابرار على بامرك انت بعد الزوم. الله يخليك. انا كمان عايز كده يعني ايه الوقعه اللي كنت وقعها بال الحمد لله ربنا قدر الرد. الحمد لله الحمد لله. انا كده يعني ايه هسليكوا 10 دقايق كده خمس دقايق باسئله كده بجوائز وعشان ايه اسيبكوا بعد كده بعد اذنكم. يعني في لاعب مصري بيلعب في الدوري الفرنساوي اسمه ايه؟ لاعب مصري صلاح. محمد صلاح. لا لا محمد صلاح. لا ليفربول. محمد صلاح. ليفربول. مصطفى محمد. مظبوط. تعالى تعالى هنا انت بتاع الكوره في الدقيقه الرايقه. 1000 جنيه دي من واحد من الناس لحضرتك. الف مبروك حبيبي يا استاذ وكل سنه وانت بقى يا عمرو. يلا السؤال الثاني بس اللي جاوب ما جاوبش الثاني. ها عالم مصري شهير فاز بجائزة نوبل في الكيمياء. مظبوط. مذاكر انت. 1000 جنيه واحد من الله يخليك. الله يخليك. مسلسل الضوء الشارد كان بطولة مين؟ ممدوح عبد العليم. صحيح مظبوط. 1000 جنيه دي لحضرتك كل سنة وانت طيب. ايوه في جايز اهو. فيلم شمس الزناتي بطولة مين؟ عادل امام. اثنين واحد. طيب مين بطل فيلم عبود على الحدود؟ علاء ولي الدين. صح مبروك. 1000 جنيه مظبوط. مين هو بطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله؟ عادل إمام. عادل إمام. ما بس عم بتاع أول واحد الراجل. عادل إمام. أول إمام. مين كان حارس مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية عام 2008؟ اسمه الحضري. الحضري مظبوط. 1000 جنيه لحضرتك. 1000 مبروك. آخر سؤال. قول لنا ثلاث معلومات عن المشروع ده اللي احنا واقفين فيه. كبس النظافة. ثلاث معلومات بنعملها مواد صلبة بتسافر مدينة السادات عشان تتكون منها الأسمدة وتكون منها العضوية والتربة الزراعية. مظبوط. 1000 جنيه ليك مبروك. كل سنة طيبين. رمضان كريم. أنا عطلتكم بس أنتوا بتعملوا عمل عظيم ومشروع عظيم. الله يخليك. منور زيف. كتر الف. منوره بيك. تؤمروني باي حاجه ثانيه؟ كل سنه طيبين جميعا. زي ما شفنا هذا المشروع العظيم اللي بيتعمل هنا بيعملوه وقايمين عليه مجموعه من اجمل ناس في مصر. عمال مصر الجمال دول هم اللي بيبنوا بيعمروا بيصلحوا وبيعملوا كل شيء جميل. جينا لهم عشان نقول لهم رمضان كريم.